تولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا ونجدنا. قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا، قالوا ونجدنا يا رسول الله. قال منها يخرج قرن الشيطان، أي أن من نجد والتي تأسست فيها حقيقة الدولة السعودية الثانية والثالثة، يعني كانت من نجد، وكانت نجد هي معارضة لآخر خلافة إسلامية وهي الخلافة العثمانية، وكانت تسعى لتدمير الخلافة العثمانية آخر خلافة يعني بوضع يدهم. ففي الحقيقة التاريخ يعيد نفسه عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يتحدث عن قرني الشيطان، أي أثنين من القرون، هو يتحدث عن قرن، وتلك القرون، القرون هي الأمم التي تعيش لمئة سنة. القرن في هو تعداد زمني، يعني مئة سنة. فنهاية الخلافة العثمانية حقيقة صارت بعد تقلبات كبيرة وإضعاف لها، وحتى سميت بالرجل المريض وتفككت. وكان أول من لتعلموا أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق على الهوى. فانهارت آخر خلافة إسلامية، نعم، وهي كانت خلافة عظمى وعظيمة كبيرة جدا، كان مقرها إسطنبول، عاصمتها إسطنبول في تركيا، في الواحد من الشهر الحادي عشر 1922. فعندما نحسب من تاريخ إعلان بريطانيا أن الرجل المريض قد انتهى ولا وجود له، وهو الخلافة العثمانية، في الحقيقة من ذلك التاريخ 1/11/1922، أي الإعلان النهائي عن زوال وانهياء وانتهاء يعني الخلافة. فمن ذلك التاريخ إلى تاريخ هذه الأيام الأخيرة بعد المئة سنة، بعد المئة سنة، نعم، نحن في اليومين الأخيرين، نعم، السبت الأحد فالإثنين، يعني الثلاث أيام الأخيرة التي نتحدث فيها والتي ستنتهي فيها المئة سنة، القرن، القرن. فمن نجد قامت يعني حكومة آل سعود وملك آل سعود، نعم، ومن هناك وبداية نفوذهم الكلي على الجزيرة العربية كان من ذلك التاريخ تاريخ إعلان نهاية الخلافة الإسلامية الأخيرة وهي الخلافة العثمانية. فهذه الأيام التي نتحدث عنها وهي اليوم السبت، ثم غدا الأحد، ثم يوم الاثنين، هذا بالحساب السباعي للأيام سينتهي قرن الشيطان، إما بزوال ملك أو زوال مملكة أو انهيار، نعم، أو بأي من الأسماء. نحن في هذه الأيام بالحساب الشمسي، نعم، نتم هذه الثلاثة أيام التي في الحقيقة نستعد فيها لانقلاب في عديد الأمور في بلد الحجاز، ومنها في عديد البلدان الأخرى. لذلك أقول لكم استبشروا خيرا من ربكم، وترقبوا هذه الأيام القادمة والتي بعدها سترون عجبا. نعم.